غير التركيبه اللي موجوده في مخك عن تجربه اسمها الامتحان، لان الكلمه نفسها، واحنا اتكلمنا على الرابط، الكلمه نفسها رابط سلبي. ممكن تكون انت متدرب وانسان ممتاز واخر روعه عشان تعمل مقابله عشان شغلانه معينه اللي هو انترفيو، وتكون عملت تدرب نفسك وتدرب نفسك، واول ما تخش في المقابله تقعد نفسك بتكلم كلام فارغ، مش عارف بتقول ايه، مش عارف ترد كويس، يعني اقل من حجمك بكتير واقل امكانياتك بكتير، مش عارف تتكلم. ايه السبب؟ لانك اول ما دخلت توترت، وطالما توترت العقل العاطفي يشتعل، ده ما فيهوش معلومات، فتبص تلاقي كل حته فيك بدات تترعش، لانك مركز على ايه؟ مركز انك هتفشل. زي ما قلت لكم قبل كده، لما حد يقول لك انا مركز على المكسب وخساره، يبقى في نسبه من الخوف هتطلع حسب احاسيسك، اني احساس المشتعل دلوقتي ده اللي هيطلع. لكن لو تخش عشان تعمل حاجه وانت باذن الله واثق من نفسك ومتفائل تفاؤل تام ان الله لا يدرى اجر مع السنه عامله، تاكد دي عند الله سبحانه وتعالى هيديلك. فانت عاوز تتحكم في ايه؟ عاوز تتحكم في النتائج، فبتبدا تخاف. ده اللي بخش امتحان، عاوز تتحكم في النتيجه. مش معنى كده انت مش عاوز تنجح، طبعا عاوز تنجح، لكن خش جوه وتنفس كويس وخلي روعتك تطلع عشان تكتبها. لكن لما تخاف اللي انت بتعمله مش هيوصلك للي انت عاوزه، يبقى تعمل حاجه مختلفه. اعملها ازاي؟ عاده زي ما قلت لكم في الاول، شد بقى مخك بفكره جديده اول ما تخش تيجي الامتحان، وتعرف ازاي التفكير يكون ايجابي يكون روحاني، وتركز على تنفسك، والزفير يكون اطول من الشهيق، ومع الزفير تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. المخ بيبني على اخر تجربه لما يدور على قبلها حلال اكسجين، والمخ يتغذى على الاكسجين. لو لقيت نفسك جسمك بيترعش اعمل تمرين ضغط وسيب استرخاء، ضغط وسيب استرخاء، حتى وانت قاعد على الكرسي شد وبعدين سيب. فانت بتحط الضغط نفسه وبعدين بترتخي، لان بعد الضغط لازم نرتاح. حتى لما تحط ايدك كده تشد تشد وتضغط لازم ترتاح، فبعد الضغط لازم ارتاح. ففي الحاله دي انت بتعمل الضغط مقدما، هتخش نفسك مرتاح، ركز على تنفسها فقط، واكتب حاجه تعرفها، هتبص لها الادرينالين، عارف القنبلتين دول اللي فوق الكليتين اللي عاملين يضخوا في عضلاتك، وتلاقي قلبك عمال يدق بسرعه. لما تتنفس مظبوط وتطلع الزفير اطول من الشهيق، ده تنفس الاسترخاء. ففي الحالات دي مع تنفس الاسترخاء نفسك مرتاح اكتر واكتر، اكتب حاجه تعرفها، هتلاقي الادرينالين يبدا يتحط في موضوع طبيعي نفس حجمه الطبيعي ونسبته الطبيعيه، والاندورفين يبدا يطلع في جسمك، تلاقي نفسك مرتاح وتبدا تكتب. للي بيحصل الدخله الاولانيه في الامتحان هي اللي بتخض، لكن بعد كده الشخص هو جوه بتعدي تبدا تقل. الدخله الاولانيه في اي ماتش سواء بوكس ولا كاراتيه ولا كوره ولا اي حاجه، وانت بتلعب لو انت رياضي كبير، هتلاقي اول كذا ثانيه دول الثواني الاولانيين اللي ممكن يتبرمجوا بقوه ويخليك بعد كده ما تعرفش تكسب ابدا. ده دول اللي هيتبرمجوا وهيزيدوا كل مره وهيزيدوا كل مره. في الحاله تلاقي لاعب كره رائع بسبب اول كذا ثانيه، مع الوقت ليه متلخبط مش عارف يبقى كويس، وبعدين يقول لك ازاي مع اني بتمرن كويس الثواني الاولانيه ما اتحكمتش فيهم كويس، ما عرفت تظبط نفسك قبلها، فبقت عاده ان انت تخش ترتبك. وكل طالما ارتبكت والمخ ادرك اي شيء، خدوا بالكم العقل البشري لما يتشد مش ممكن يرجع زي ما كان، المخ ادرك انك بترتكب يبدا عارف